وللمزيد حول دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير ومواجهة الإرهاب، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جمال رائف. بعد التحية فندم، يعني كيف ترى دور قبائل سيناء في التنمية والتعمير في سيناء بعد الحرب الكبيرة التي قامت بها قواتنا للقضاء على الإرهاب وأنفقت فيها مصر ما يزيد عن 450 مليون جنيه مصري؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد أهالي سيناء وقبائل سيناء في الحقيقة كانوا أحد الركائز المهمة في حرب مصر ضد الإرهاب، وأثبتوا أنهم في الحقيقة لديهم الوعي الكافي والإدراك الكافي بأهمية دورهم في مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وصولا أيضا لاستمرار هذا الدور في تنمية وإعمار سيناء. وفي الحقيقة أن تكاتف الشعب المصري من خلال طبعا أهالينا في سيناء مع رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة في الحقيقة شكل ملحمة مصرية استطاعت أن تدحر الإرهاب وتنتقل إلى مرحلة أخرى من الإعمار والتنمية. وبالتأكيد كان لأهالي سيناء دور كبير جدا، سواء من خلال المعلومات أو الدعم اللوجستي أو حتى فكرة الوعي والإدراك من خلال طبعا شيوخ القبائل والعوائل في سيناء الذين نشروا الوعي والإدراك الكامل بأهمية ومخاطر الإرهاب الذي أراد في الحقيقة أن يستهدف سيناء أرضا وشعبا أيضا، لأن المواطن السيناوي كان أحد أيضا المستهدفات من الإرهاب. وبالتالي الحمد لله أن كان هناك إدراكا كبيرا من أهالي سيناء بخطورة وأهمية المعركة، وبالتالي هذا التكاتف في الحقيقة شكل ملحمة وطنية استطاعت أن تتصدى للإرهاب والفكر المتطرف. هذه الملحمة في الحقيقة أيضا كانت لها ركائز عدة، أهمها طبعا بجانب حتى المجابهة المسلحة هو ما يتعلق بالتنمية والإعمار. عشان كده دور أهالي سيناء لم يقف فقط عند فكرة مساعدة القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل، ولكن أيضا امتدت لتساند الدولة في جهود الإعمار وفي جهود التنمية، خاصة أن الدولة المصرية في الحقيقة مدت سواعد التنمية إلى سيناء بشكل غير مسبوق. نحن نتحدث عن أكثر من 700 مليار جنيه مصري حجم الاستثمارات التنموية في الداخل سيناء، بنتكلم على مشروعات لم تكن موجودة من قبل طبعا على صعيد الزراعي والتصنيع وعلى صعيد أيضا البنية التحتية، بنرى حتى المجتمعات السكنية التي أيضا تلبي حاجيات المواطن السيناوي، أيضا بنجد مراكز الشباب، مراكز الثقافة وغيرها من طبعا يعني أوجه الحياة التي عادت مجددا ل تنشر البهجة وأيضا السعادة في سيناء. وبالتالي نحن نتحدث عن دور أصيل مارسه أهالي سيناء خلال السنوات الماضية، ينم أن هؤلاء المواطنين المصريين لديهم حس وطني كبير جدا ولديهم إدراك كبير جدا بأهمية الحفاظ على سيناء، سواء من خلال مساعدة القوات المصرية في مجابهة الإرهاب أو من خلال الدور التنموي الذي أيضا تقوم به بعض الشركات في سيناء نفسها بمساعدة الدولة المصرية وهم شركاء في هذه التنمية الآن التي يحصد نتاجها مش بس سيناء ولكن الدولة المصرية بشكل عام. وبالتالي عودة الحياة إلى سيناء، عودة الروح إلى سيناء، كان الفضل فيه أكيد للمجهودات التي تضافرت من خلال رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة وأيضا أهالي سيناء العظام الذين قدموا تضحيات كبيرة جدا لنصل اليوم لهذا الهدوء وهذا الاستقرار في سيناء. يعني بالفعل كما ذكرت كان هناك العديد من المشروعات التنموية في سيناء وكانت أيضا بسواعد أبنائها وأيضا تصب في مصلحة المنطقة، يعني ما هو رد فعل وانطباعات الشعب السيناوي تجاه هذه المشروعات والتوجه الكبير من الدولة تجاه سيناء؟ يعني أنا أعتقد أن الشعب السيناوي ينظر إلى هذه الطفرة التنموية أن سيناء عادت للحياة مجددا، لأننا نتحدث عن طفرة في مجال الزراعي أكثر من 400 ألف فدان يتم استصلاحهم الآن، صحرات سيربيوم وإيصال المياه للزراعة إلى سيناء، نتحدث أيضا عن أنفاق شقت القناة وعبرت إلى الضفة الأخرى لتسهل حركة النقل من وإلى سيناء، أيضا ما يحدث حتى على صعيد التصنيع والمحاجر وإيجاد صناعات بكثافة لتستوعب فرص عمل. الماضي كنا فقط نتحدث عن السياحة وهي أمر مهم جدا، وأيضا الدولة بتهتم بشكل كبير جدا الآن بتعظيم المنتج السياحي، ولكن لم تعد السياحة فقط الآن هو المنتج الاقتصادي الوحيد في الداخل السيناوي، لكن الآن نتحدث عن الزراعة والصناعة والتعمير والتنمية والمجتمعات العمرانية والبنية التحتية وأيضا تطوير ميناء العريش وما يحدث في ميناء العريش من نقلة نوعية سوف تضع مش بس سيناء
سيناء كنقطة مهمة في خريطة الاقتصاد المصري ولكن في الاقتصاد الإقليمي بشكل عام، وبالتالي الآن سيناء عادت للحياة عبر خريطة أو عبر التنمية الشاملة التي تشمل كافة ربوع الدولة المصرية، والتي ترى من خلالها الدولة المصرية إن كافة النقاط في مصر يجب أن تنعم بهذه التنمية، وهذا هو ما يتحقق على الأرض الواقع الآن في سيناء. بالفعل كما شاهدنا العديد من المشروعات وسيأتي البقية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف، كنت معنا عبر الهاتف.